لو الحكاية فيها إن فيجو قدري مش معك مش هلعب ستار عبد الغفور في 67 بيت 4 أدوار وحصل فيه شوية شروخ كده وتصدعات نتيجة مباني كانت جنبه بالقرار المناسب ليه كان واخد رخصة 4 أدوار وعلى لغاية ما وصل 11 أو 12 دور ده العقار ولا العقارات المجاورة؟ العقار المجاور للبيت اللي أنا بتكلم عليه فطبعا التعلية دي أثرت على طبيعة الأرض اللي فيها العقار اللي جنبه لأن طبعا العقارات دي كلها عقارات مبنية تقريبا في سنة 50 كلها والأرض أرض أصلا طينية زراعية فما جات لنا شكوى رحنا شفناها لقينا فعلا ما نقدرش نصبر عليه فابتديت يعني بناء على شكوى من الأهالي الحي اتحرق بس كان عندنا الإجراءات بتاعته أنا بقولك بقى الفرق ما بين الخطورة الداهمة والإجراءات الإزالة العادية هو معمول له قرار ترميم وإصلاح وما تنفذ من ملك العقار وإزالة الأدوار المخالفة للعقار اللي جنبه تمام فطبعا لغاية دلوقتي ما تنفذتش الكلام ده والعقار ممكن يقع في أي لحظة العقار القديم ده تمام ممكن يقع أعمل حاجة ولا إيه ولا أمشي ولا أعمل إيه طب إيه الأجراءات اللي هياخدها الحي طبعا بعت اللي كلمت مأمور قلت له تعالى أعمل لي حصر للسكان اللي فيه وأعمل لي إخلة علشان نبدأ ننفذ قرار إزالة لأن أنا لو نفذت قرار إزالة للعمارة اللي جنبه هو هيقع يعني لو العمارة اللي جنبه اتشالت هو هيقوم واقع العمارة اللي جنبه عمارة جامدة لكن احنا هنطلعه مؤقتا برضو في استضافة حفاظا على حياته لغاية ما لان هم طبعا يعني من الناس اللي هم فين الاستضافة دي الست معروف بيحددها بقى سواء في مدينة السلام النهضة حسب الاماكن بتاعتها يعني دلوقتي جاري حصر الاهالي لتسكنهم سكن مؤقت ايوه بالظبط لغايه لما تنفذوا الازاله لقيتوا البيت انهار هتدوم شقق ما انهارش هترممه وترجعوا الاهالي تاني بالظبط كده بالنسبه للعقار المنهار هم كانوا عندي الصبح واتفقت معاهم ان هناخد بعض البيانات منهم زي صور البطايق بتاعتهم اللي هم الناجين لان هم طبعا دول يعني اولويه اولى في التسكين ان بيتهم يقابل فعلا بعت لهم مديره التضامن الاجتماعي في المطريه اديتهم اعاشه طبعا هم خصص لهم اعاشه تقريبا كل يوم 100 جنيه لغايه لما يدبروا حالهم في حاله ان احنا ان شاء الله عملنا الحصر بتاعهم لان لازم يجي لنا برضه الحصر من الشرطه يعني ما ينفعش حضرتك تسكن الحصر بحصر الحي لا ده لازم الشرطه تبعتي تقول لي احنا تم العثور على فلان وفلان وفلان من حطام العقار يعني في انتظار حصر الاسم بجيبه دلوقتي يعني تمام وبنعمل بيه مذكره بنعرض على سياده النائب والنائب بدوره بيرفعها للمحافظ للتسكين في اداره التسكين في المحافظه او عشان يبداوا طب العقارات المجاوره وفي حاله تسكنهم التضامن الاجتماعي مشكورين كانوا عندي النهارده قالوا مجرد ما يسكنوا وتدبروا لهم الشقق اتصلوا بينا عشان نروح نفرشها لهم البطاطين والحاجات اللي هم يعني عزينهم. كمان هيتم فرش الشقق ليه بالظبط طبعا وانا بعت لهم الناس هناك تقدموا قبلهم وبرضه اتعاملوا معاهم